مصعب بدأ يدعو الناس في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم شغال في مكة، ما جلس عليه الصلاة والسلام وقال والله أنا سأجلس هكذا، لا، شغال عليه الصلاة والسلام في مكة. ثم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط شغال في مكة يدعو، لا، فتح له جبهة ثانية في بلد آخر، أخذ مجموعة من الصحابة 76 رجال ونساء، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، حتى لو المسلمين الذين في مكة أصابهم شيء يبترهم من أصلهم ويقتلهم لا يموت الإسلام، يبقى عندنا 76 مسلم في الحبشة. شوف التخطيط عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أولئك في الحبشة يدبروا نفسهم ويدعون أهل الحبشة واشتغلوا بالدعوة هناك، حتى إن ملك الحبشة أسلم. إذ اشتغلوا دعاة، ما جلسوا هكذا يأكلون ويشربون، اشتغلوا دعاة في الحبشة، وهؤلاء يدعون في الحبشة وأنا أدعو في مكة ومصعب يدعو في المدينة. اتسع الأمر على قريش فلم تدري من تعارض. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة. السنة الثالثة، قلنا السنة الأولى قابله 6 من الخزرج، السنة التي بعدها قابله 12، السنة التي بعدها قابل النبي عليه الصلاة والسلام 73 رجلا وامرأتان، هذا 75 أقبلوا وأرادوا أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وأن الآن ينهون معه الوضع، يأخذونه معهم إلى المدينة. المدينة الآن أصبحت جاهزة. وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من أيام التشريق عند العقبة. العقبة الكبرى كان عندها جبل، لذلك تلاحظون أن الرمي من جهة واحدة منها، ليست مثل بقية الجمرات الذي يرمي تحت في الجمرات، ترمي العقبة الكبرى من جهة واحدة، لأن الجهة الثانية كان فيها جبل. وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل في هذا الوادي، نجتمع ونتفق، أأتي معكم المدينة، ما الذي لي وما الذي لكم؟ أما فقط تعال معنا وأركب معكم وخلاص، لا، أول شيء تعلمون ماذا أريد منكم إذا جئت المدينة. قالوا طيب. اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يجتمعون عند العقبة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إليهم، أمسكه العباس قال إلى أين؟ العباس عمه رضي الله عنه. العباس قيل إنه مسلم يكتم إسلامه، وقيل لم يسلم. قال أنا ذاهب، أنا موعد كذا وكذا، بيني وبينهم موعد، قال إني ذاهب معك. مضى العباس وقد انتظر هؤلاء، معهم كعب بن مالك رضي الله عنه، انتظروا حتى نام قومهم، والناس كانوا ينامون مبكرين يعني، ومضوا تسللوا في ظلمة الليل فيه أشجار وكذا، ودخلوا عند العقبة وجلسوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ومعه العباس. العباس وقف إلا 73 رجل وامرأتان، وجاءوا بيأخذون ابن أخيه من بين أظهرهم إلى ديارهم، وهم أصلا عندهم مشاكل، أوس وخزرج ويهود ومدري إيش، بكل سهولة يذهب برضو هذا ابننا. صح أن عمه قد مات، يعني أعني أبا طالب، وأن زوجته ماتت خديجة، ومر عليه عام الحزن ومشاكل، مكذب في قومه، لكن أيضا نحن نريد أن ننصره، لا نريد أن يحصل له مثل ما حصل له لما ذهب إلى الطائف ورموه بالحجارة. قام العباس قال أيها الناس، يريد أن يستوثق منهم، قال يا معشر الخزرج، يعني هؤلاء الذين بين يديه، إن محمدا منا حيث قد علمتم، هو ولدنا، صح بيننا وبينه مشاكل، لكن ابننا، يبقى أن ابننا ضلع من أضلاعنا، وقد منعناه من قومنا، أنا عمه أمنعه لا أزال، ممن هو على رأينا فيه فهو في عز في قومه ومنعة في بلده، لكنه أبى إلا أن ينحاز إليكم وأن يلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، إذا كنتم تأخذون ثم تقولون ها والله تورطنا، مثل الذي يسبح في بركة ويقول لك تعال تعال معي، تقول ما أعرف أسبح، قال لا تعال معي بعلمك السباحة، ثم إذا قفزت معه في داخل الماء قال ها لا ما أعرف أدربك وتركك تغرق، يا أخي من البداية قل لي يا أخي قبل لا آتي معك في هذا الموطن. فالعباس الآن يقول اسمعوا من الآن، ما دام نحن في البر ما دخلنا البحر، من الآن إذا أنتم على قدر المسؤولية، الكلام الذي تتفقون معه عليه أنتم على قدره خذوه معكم، أما إذا لا تستطيعون أن توفوا فمن الآن دعوه، فإنه في عز ومنعة في قومه وبلده. إلى الآن ما حصل له ما يحصل لبلال وعمار وخباب،
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ما حصل لعبيد المماليك، والله تعالى أنزل عليه فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس، لم يكن يجرؤون عليه عليه الصلاة والسلام كما يجرؤون على الضعفاء من المسلمين. لما قال هالكلام التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأخبرهم بما يريد. من أهم الأشياء قال تبايعوني على السمع والطاعة، تبايعوني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال لهم صلى الله عليه وسلم وتبايعوني على أن تمنعوني تحموني. أنا ما أريد فقط ناس أدعوهم يستجيبون، لا أريد منعه، أنا أريد دولة تحميني حتى أريد أستطيع أبلغ الدين. قال وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، زي ما تحمي زوجتك وولدك لحرصك عليهما لأنهم أهل بيتك، أنا أكون أغلى عندك من أهل بيتك. أنتم على قدر هالكلام ولا أبقى في مكة من الآن؟ كلام واضح. عندها قام البراء بن معرور، قام وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني حتى أنفسنا وأعراضنا نمنعك أعظم ما نمنع به منه أنفسنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب. شوف الرجل، حنا عيال الحرب، يا رسول الله نحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، يعني أهل العدة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر. وبدأ يتكلم بهالكلام، قام أبو الهيثم ابن التيهان وقاطعه، قال يا براء اسكت يا رسول الله، كلام جد، يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا. احنا الآن أمورنا ماشية مع قريش واحنا أحباب مع قريش، لما نأخذك ترى بنقطع الحبال بيننا وبين قريش، بنصير أعداء عشانك، وبيننا وبين اليهود حبال وود ولطف، إذا أخذناك عندنا بتصير مشاكل بيننا وبين اليهود. يعني أيضا نحن يا رسول الله لما نأخذك نعلم أننا سنتحمل تبعات، كلام صريح. وأحسن شيء عند الاتفاق الصراحة. يأتيك واحد يتفق معك على مشروع تجاري، تقول والله استحيت أقول له لك 40% ولي 60، استحيت أقول له أنا أستعمل سيارتي في العمل وأنت ما تستعمل سيارتك، استحيت أقول له أنا عندي ما في، استحيت وخجلت أقول له. خليك صريح في الاتفاقيات، انتبه لا تعمل أي اتفاق مع إنسان وفي نفسك شيء، خذها قاعدة في حياتك. إذا عندك أي اتفاق إنسان يريدك أنك تشتغل عنده، قلت والله استحيت أقول له حدد ساعات العمل، استحيت أقول له أن الراتب قليل، ما هو شيخ فاضل وكذا، استحيت أقول له أن طيب أنا وفر لي سكن، استحيت، ما في استحيت وخجلت في المسائل. اتفاق على عمل، مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الدين، قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تسأموا، لا تترددوا ولا تتخاذلوا ولا تخجلوا أن تكتبوا الدين. واحد قال لك بالله معك سلف 500 ريال، تقول طيب جزاك الله خير خذ هذه الورقة أعطيك، بس اكتب في ذمتي لفلان 500 ريال. قال ايش دعوة يا أخي، اللي بيننا أكبر من كذا عشان 500؟ تقول والله يا أخي الله تعالى يقول فاكتبوه، غدا لما يأتي الجد وأقول لك عطني 500، تقول ها ما أخذت منك 500، رجعتها لك، ما يصلح رجعتها لك. خلك دقيق من البداية، اتفاقات الطرف الأول والطرف الثاني، وخلك صريح وبنود. قال أبو التيهان كلام صريح، يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها لأجلك، والأمورنا ماشية لكن عشانك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله بعد كم سنة إذا انتصرت وصار لك دولة وصار لك عز، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ احنا ما نبغاك يا رسول الله بعد كم سنة إذا تمكن الإسلام تتركنا نتذابح مع اليهود وترجع إلى قومك. لا، من الآن نتفق لما تنتصر ويكون لك شأن أين ستسكن، ترجع المكة ولا بتبقى عندنا؟ فقال، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. كلام بطل، ألا الدم الدم، دمكم دمي وهدمكم هدمي، أنا منكم وأنتم مني، من اليوم ورايح أنا وياكم شيء واحد يا الأنصار، إذا اتفقنا خلاص. قام العباس بن عبادة، بدأ المسألة بدأت تحمو، بدأت تحمي فعلا وتغلي الأمور. قام العباس والتفت، صار المسألة دم وهدم وحبال وحرب،
ما هي بلعب المسألة. قام العباس قال يا قوم قبل ما تبايعون أتدرون على ماذا تبايعون هذا الرجل؟ تظنون المسألة سواليف؟ أنتم تعلمون تبايعون هذا الرجل على ماذا؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود والأصفر، بحاربكم قريش واليهود وبنو الأصفر حتى ما يتركونكم. فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم، إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشراف وأهلك أشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن، إذا كان لما تبدأ أموالكم تنتهي في الحرب ويبدأ أشرافكم يموتون تتراجعون، من الآن لا تفشلون، من الآن تراجعوا، فإن خزي الدنيا أخف من خزي الآخرة. كوننا من الآن نقول هونا أحسن ما نقول نعم رجال ثم نتراجع. قال وإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نهكة أموالكم وقتل أشرافكم فخلوه فهو والله خير، فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا بل نأخذك يا رسول الله ونبذل كل شيء، فما لنا اشتعطينا. الآن نحن بنبذل أموالنا وأنفسنا ونقاتل دونك ونقطع حبال ونعادي ناس، ما لنا يا رسول الله؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أضعك وزير وأنت أضعك أمير، أنت أول معركة بين المسلمين والكفار لك 100 بعير، وأنت هل أعطاهم أمور دنيوية؟ لا. شوف سبحان الله، الكفار لما يريدون أن يشجعوا مقاتليهم على القتال يريدون أن يغروهم بأشياء تجعل المقاتل لا يقدم على القتال، يكون حريصا على الحياة. يقولون إذا انتصرنا في هذه المعركة نعطي كل واحد أقدمية عسكرية 5 سنوات. طيب واللي يموت ايش تعطونه؟ كذا تخلوه كل واحد ما يريد أن يموت حتى يحصل أقدمية. إذا انتصرنا في هذه المعركة كل واحد من المقاتلين له 100,000 دولار، كذا تجعله ما يقاتل لأنه بيصير يحرص على الحياة. مثل ما قال الصحابي ربعي قال لرستم، قال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يلا دبرنا، عندك الرجال كذا يحبون الموت، أنا عندي ناس جايين يبغون يموتون، عندك ناس يبغون يموتون؟ فالفرس والروم ماذا كانوا يفعلون؟ إذا جاءوا بالمقاتلين وأوقفوهم في المعركة يربطونهم بسلاسل مع بعض حتى اللي يريد يهرب ما يقدر، معه 10 مربطين، فصار هذا أسهل للمسلمين، يقتلون واحد فيتعطل البقية يصيرون مربوطين كأنهم مربوطين بحجر. فالكفار إلى اليوم ترى، يعني الآن المجاهدون اليوم لما يجاهدون في سبيل الله يجاهد أريد أني أموت حتى أدخل الجنة وأكون شهيد، وللشهيد عند الله 7 خصال يغفر له بأول قطرة من دمه، هذه من يعني أول الخصال وما أعظمها، ويشفع في 70 من أهله ويزوج من العور العين، ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويأمن من فتنة القبر، وأعاجيب من الفضائل. فتجد أن المسلم يقبل على الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علقهم بدنيا، ما قال لكم كذا أنت وزير وأنت أمير، لا، قالوا فما لنا إن أصيبت أموالنا وقتل أشرافنا، فما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة بس، هذا اللي عندي، ننتصر ما ننتصر، نموت ما نموت، أنا ما عندي أعطيكم أشياء أنتم قد لا تدركونها، قد تموتون دونها، أنا أعلم أن الدين منصور لكن ما أدري ينصر على يديكم أو تموتون أنتم دونه، ما أدري. قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع يا أبا القاسم، لا نقيل ولا نستقيل، نحن لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيلك نرضى أن تتراجع عن هذا العهد، ولا نستقيلك نحن أيضا أن نتراجع عن العهد الذي بيننا وبينك. بقي معنا دقائق معدودة، سأحاول أن أمر على ماذا حصل لهؤلاء لما رجعوا إلى لما أرادوا أن يرجعوا إلى قومهم وهم في مكة لا يزالون. قريش لم تعلم بهؤلاء الذين كانوا مجتمعين في هذا الشعب، لم تعلم بهم، قريش نائمون، واحد من الناس جاء ينظر يمين ويسار فنظر فإذا فيه ناس في هذا الشعب، وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جالس معهم. فجاء هذا الرجل وصاح قال يا أهل الجباجب، يعني يا أهل المنازل في منى، يا أهل الجباجب، هذا محمد والصبات معه، يعني والناس الذين غيروا دينهم لما سمعوا هالكلام أصلا البيعة انتهت خلاص،
النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم واحد واحد. النساء أشار لهن لأنه عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء ولا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية عنه. وانتهت البيعة فتفرقوا ورجعوا إلى قومهم وناموا. لما جاء الصبح جاءت قريش، سمعت في ناس من الخزرج ذهبوا وبايعوا، أقبلت قريش وجاءوا ووقفوا عندهم. طبعا اللي يدلك أن الأنصار كانوا متحمسين أنهم لما سمعوا هذا يقول يا أهل الجباجب إن محمد والصبات معه، ما قال محمد، قال مذمم، أص والصبات معه، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أدركوهم. قام العباس ابن عبادة قال يا رسول الله، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال تفرقوا خلاص اذهبوا بسرعة بسرعة حتى ما يكتشفونه. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، شوف البطل والحماس، والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. تبغى نحتلك مكة بكرة يا رسول الله؟ احنا الحين خايفين من قريش، بكرة نحكم مكة، نحن 73. يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. ها تريد يا رسول الله زعيم وبطل. النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بعقل لا بعاطفة، ما هو برجل مستعجل وقال ها اي والله خلاص يلا انتم قدها، اي والله قدها يلا قدام. مسألة ما هي بلعب يعني، وليست يعني خصومة ولا عراك في طريق. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند الشرع يحكمه. قال صلى الله عليه وسلم اني لم اؤمر بهذا، لا تستعجل، اني لم اؤمر بهذا، الله ما امرني، الله تعالى يقول كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، ما امرني بهذا. ثم تفرقوا الى اقوامهم وناموا. بدأت قريش في الصباح تبحث، أقبلوا إلى الخزرج إلا زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. قالوا يا هذا والله إن أمركم لسيء، الآن تذهبون هذا الرجل الذي يقاتلنا وأنتم تساعدونه علينا. فقال لهم عبد الله بن أبي والله كلنا كنا نائمين البارحة، وما يدري في ناس قاموا من عنده، كلنا كنا نائمين وما كان قومي ليفتئتوا علي، لا يمكن يتصرفون من غير إذني. قالت قريش لئن فعلتم ذلك لنفعلن كذا وكذا نقاتلكم. قال لا يمكن أن نفعل، احنا بيننا وبينكم عهود يا قريش. قالت قريش فنعم. إذن جاء اليوم الثالث للتشريق ومشى الخزرج، عادوا إلى ديارهم. اكتشفت قريش أن الأمر صحيح، ذهبوا ونظروا إلا فعلا كان في ناس جالسين، فمباشرة سارت قريش وراء الخزرج يقبضون عليهم فلم يستطيعوا، لكنهم قبضوا على سيد الخزرج سعد بن عبادة وجاءوا به أسيرا. لكن قومه بعد ذلك أرسلوه يعني افتكوه من الأسر وأعادوه إلى قومهم. بدأ أهل مكة يقلقون بعد العقبة، شعروا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتوسع، الآن في مجموعة في الحبشة، في مجموعة أسلموا في المدينة، في ناس الآن بايعوه وقد يهاجر. بدأوا يقلقون فعلا بعد هذا الأمر، وبدأ المسلمون المستضعفون يهاجرون. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاجر يا بلال، هاجر يا عمار، هاجر. المدينة أقرب من الحبشة، فصار في ناس الآن مسلمون في الحبشة وناس مسلمون في المدينة، وبدأ الإسلام يتمكن. بدأت قريش تشعر أن هذا الرجل سبب لنا فعلا مشاكل، عمر بن الخطاب هاجر، عثمان بن عفان هاجر، الزبير بن العوام هاجر، مئات الصحابة بدأوا يهاجرون، ولا بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مجموعة قليلة من الصحابة. قالت قريش هذا الرجل بكرة أو بعده يهاجر من عندنا ويذهب إلى هناك وينصرونه، لابد يكون عندنا طريقة نقتله بها، نؤدبه بها هو وأصحابه. خذ الطريقة في خلال هذه الخمس دقائق التي بقيت معي. ما الذي حصل؟ أقبلت قريش واجتمعوا في دار الندوة، كل قريش من أفخاذهم، كل فخذ منه زعيم. أبو جهل يمثل قبيلة بني مخزوم، جبير بن مطعم يمثل بني النوفل، عتبة بن ربيعة يمثل بني عبد شمس، النضر بن الحارث يمثل قبيلة بني عبد دار، أبو البختري يمثل قبيلة بني أسد، نبيه ومنبه يمثلان قبيلة بني سهم، أبي بن خلف عن قبيلة بني جمح، إلى غيرهم. أقبل الناس الكبرماء إلا من كان من تهامة لم يدخلوهم، يقولون هؤلاء يعني قلوبهم مع محمد فلا نريدهم أن يكونوا معنا. أقبلت قريش قالوا يا جماعة ماذا نفعل؟
الرجل هذا سبب لنا مشاكل وبدأ الناس يسلمون، والآن عنده دولة في الحبشة وعنده دولة في المدينة، والآن الناس لا يزالون يدخلون في الإسلام، ماذا نفعل؟ بدأ كل واحد يطلع من عنده رأي. أبو الأسود ربيعة بن عمر قال أنا عندي رأي. قالوا ما هو؟ قال نخرجه من مكة. طلع نقول مالك جلوس في مكة؟ أصلا هذا اللي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لو خرج من مكة ذهب إلى وين؟ إلى المدينة، جاهز الوضع. قالوا والله لين أخرجناه من مكة لا يعودن إليها فاتحا، نطلع من مكة ويأتي بجيش ويقاتلنا. لا، قام أبو البختري بن هشام قال أنا أرى أن نحبسه كما حبس الشعراء من قبل، يعني في شعراء قبل عملوا مشاكل لأقوامهم وحبسوا، فنحبسه حتى يموت. قالوا لئن حبسته والله لا يخرجن رأيه من وراء الحبس، هو يقرأ قرآن والناس يسمعون وراء الحبس ويبلغون، ما في مجال. ثم سيأتي أقوام ويستخرجون، يأتي أصحابه ويقاتلون ويطلعونه غصب. قالوا طيب ما تروا؟ فقام أبو جهل قال الرأي عندي، لكن أنتم على قد هذا الرأي أم لا؟ أنتم رجال تأخذون الرأي؟ قالوا نعم. قال نقتله. كيف نقتله؟ ابننا هذا وهذا عمه، والله لو يسمعك العباس أنك بتقتله، أوه لو يسمعك عمر لو يس... قال لا، المسألة ليس نقتله، يأتي واحد ويقتله، لا أنا عندي خطة لقتله. قالوا إيش؟ قال أنتم تخافون إذا ذهب رجل وقتله أن يقتل الرجل به، صح؟ قالوا نعم. أو أن يقتل أبو الرجل وإخوانه به، قالوا نعم. قال أنا عندي خطة لقتله. قالوا إيش؟ قال نجمع مجموعة شباب 100 شاب من كل القبائل ويأتون ويطعنون طعنة رجل واحد. فبنو هاشم لما يقتل ابنهم ويقولون من قتله، نقول كل العرب قتلوه، ماذا ستفعلون؟ تقاتلون العرب كلهم؟ ما تستطيعون، هذه السيوف كلها مليئة بالدم. ها من قتله؟ بنو مخزوم، بنو عبد الأشهل، بنو عبد الدار، بنو سهم، بني جمح، ما تدرون من قتله؟ تقاتلون كل مكة؟ فيرضون بالدية، نعطيهم 100 بعير في أمان الله. قالوا والله هذا رأي، هذا رأي. في هذه الأثناء هم يخططون لقتله عليه الصلاة والسلام الظهر، وهو صلى الله عليه وسلم الظهر وين؟ عند أبي بكر يتفق معه على الهجرة. يعني سبحان الله حتى تخطيطهم جاء في الأخير. أبو النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من الظهيرة لم يكن يأتينا فيها، قال يا أبا بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بنتاي يا رسول الله، عائشة وأسماء. قال إنه قد أذن لي بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله، وبكى أبو بكر. قال الصحبة، قال يا رسول الله أنا عندي ناقتان جاهزتان راحلتان، يا رسول الله تركب أنت وحده وأنا وحده ونهاجر. قال آخذها لكن بالثمن. يا رسول الله خذها مجانا هبة هدية؟ قال لا، بل بالثمن. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون نيته في الهجرة خالصة، كل شيء هو اللي دفعه. ففعلا دفع النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، ورجع صلى الله عليه وسلم ليبيت الليل في بيته ويخرج الصبح، فقال له جبريل لا تبيتن على فراشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر البطل فتى المغوار عليا رضي الله عنه أن يبيت على فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك قد أحاطوا بالبيت بالليل ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الصباح ويقتلونه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والله تعالى قد قال عن الكافرين، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسونك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هؤلاء قد ألقى الله تعالى عليهم النوم، وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أخذ تراب صار يضع على رؤوسهم إهانة لهم، وخرج إلى أبي بكر وخرج إلى الغار. أصبح والصبح يطلون، إلا اللي نايم علي، يطلع علي نعم ايش عندكم؟ قال وين محمد؟ قال ادخلوا دوروا عمه، انظروا إلى التراب اللي على رؤوسكم، محمد صلى الله عليه وسلم خرج ووضع على رؤوسكم تراب وذهب وأنتم ما عرفتم عنه. عندها ثارت ثائرة قريش وأرادوا أن يقطعوا على النبي صلى الله عليه وسلم هجرته. فما الذي حصل بعد ذلك في الهجرة؟ وهل وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من غير ضرر من قريش أم لا؟ ما هو أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ما هي المشاكل الثلاث التي كانت موجودة في المدينة وحلها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟
ما هي أيضا بدايات معركة بدر وما الذي وقع فيها؟ هذا إن شاء الله ما سنقف عليه في الدرس القادم. أشكركم على استماعكم، جزاكم الله خير.